ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني ولأغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان ولأضربنكم بصارم مقولي ضربا يزعزع أنفس الشجعان بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني هو ملجئي هو مدرئي هو منجني من كيد كل منافق خواني. الإزارك داعية الشرك والضلال، لأنه الحمد لله المحكمة انتهت وطلع أخونا مزمل حفظه الله براءة، وفي النهاية لو ما طلعونا براءة نحن بنعرف التوحيد ده، لو قطعونا فوقه نحن براءة، نحن براءة، فهمت؟ ده داعي الشرك محمد المنتصر الإزارك، ما بعرف جده الرابع، لو كان بعرف جده الرابع وجن عمه كده كان بعرفه لك تعرف تمام. دجال سوداني داعية شرك وقح لا يساوي دستجة بقي، فهمت؟ ده زول عاطل، ده إن شاء الله لو ألفنا ميزان الاعتدال ده مش بندخله في ميزان الاعتدال، ده بنجده تحت ملحق للضعفاء والمتروكين، ملحق، فهمت؟ ده ما بساوي حاجة، زول داعي الشرك، داعي الضلال، تربيع وتكعيب وتسديس ونانو وبيكو، فهمت؟ هذا المدعو الإزارك، داعي الشرك وضلال، الحمد لله الموضوع انتهى، فهمت؟ الليلة نضر عيش نساكت، ده زول بيقول ليه غير الله بيخلق. وربنا قال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، الإزارك الله ولا دون الله؟ الكباشي الله ولا دون الله؟ نور الدائم الله ولا دون الله؟ بتاع الختمية، بتاع البرهانية، بتاع التسعينية، بتاع الكزنزانية، بتاع الركينية، الله ولا دون الله؟ ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله لن، أداة نفي تدخل على الفعل المضارع، يخلقوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ليوم الغيام، لن يخلقوا ذبابا، ولا الآية دي غلط، ولا نكفر بالآية، ولا عشان خاطر عيونك يا داعية الشرك الآية دي ناموسة، ولا نعمل محايات ولا بخرات سويها شنيها صوفية صوفية. أنا ما بقصد الناس تعين سخننا خلاص جيبوا الفتة، لأنه برضو في عطالة برضو بيقول لك دول قولوا صوفية كلهم كفر، يا عليك الله مش الداب، مش الداب عليك الله، ما تعكر مزاجنا، فوت الداب يا ما تعكر مزاجنا، احنا ما شغالين معاك ولا فاضل لك، ناس في شنو انت في شنو، فهمت؟ تزور رابطة ما تامي، لو خليناك تجيب الكور ما قصرنا معاك، نحن بنلعب مع الإزارك الحمد لله يطقطق وشلنا الكاس والموضوع انتهى بفضل الله، نحن ما عندنا أي حاجة، ده عاطل، فهمت؟ فما بنقول كل الصوفية، بنقول منهجهم نمرة واحد كفري، رؤوسهم الكبار ديال طواغيط، دعاة بتاع الشرك وضلال وإلحاد. يا أخي إذا كان الميرغني بقول قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، ده الميرغني بتاع القادرية قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون حقيقتي. ونور الدائم قال مرة واحدين جو زايرين بالليل، قال فلما دخلوا منزله وجدوه نازلا من الهواء، فهمت؟ أظنهم خشوا مطار الخرطوم بالغلط، ولا الطيارات بقت تلبس جبة نور الدائم، أنا ما بعرف الحاصل شنو دي كده، حلوها لنا يا صوفية، أغنعونا بالشرك وبالضلال الذي ما اعتقده حتى أبو جهل كما حكى القرآن. أبو جهل يقول لك كلام زي ده، فهمت؟ وده كلام غريب جدا.